السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معانا الكوبليه الثالث من أغنية ليلى فنان خالد عبد الرحمن. طبعا اتفقنا إن المقام رصد من درجة فا. بعد ما قلنا الفاصل الموسيقي اللي هو المقدمة، تمام، بعد ما بنخلصه بنقول فا لا فالا اخر حاجه في التسليمه فالا، وبعدين ندخل يطهر من الماء، تمام، يبقى يطهر من الماء لا 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 سي صلا، الفاصل فاصل فاصل فا، بعدين يطهر من الماء طويلة، بدل لا 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 سي دو نقولها ما، يبقى يطهر من الماء، يبقى ممكن نقولها عند الماء، يبقى يطهر من الماء لا 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 سي سو لا سي دو، أو نقولها لا 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 سي سو لا لا وحبنا لله سي سي لا صول فا،
فاصل فاصل فراغ. وكلها ليلة ليلة سي سي لا لا صول صول لا صول صول. بعدين يرجع للمذهب ليلة طم طم صول فا فا دو فا. ونرجع للمذهب ونعيد لحد ما نقفل المذهب وخلصت الأغنية. Thank you.